اعترف، مش ده اللي خبطه. ده الراجل ده كان بيحاول يشيل معانا الراجل نحطه في العربيه عشان نلحقه. ازاي يعني؟ اذا كان هو اعترف لما انا مسكته. اعترفت؟ ما بتبرق ليه؟ وما تقول لي هتقطع خواطري وهتقطع انت خاطرك هتتهربت هنا. هو ده اللي خبطه. خبطه ده شنيره، ده طياره من على الاسفلت طير. وانت ما عندكش احساس ولا نخوه؟ خلاص رميت الراجل في الشارع كده وبتجري. وفي المستشفى مش عايز تمضيله؟ برضو عرفت موضوع المستشفى برضو حضرتك؟ يا اخي اعتبر نفسك مكانه وبتدور على حد يمضي عليك. والمصحف ما انا رادد. منك لله يا اخي. الراجل ده ذنبه في رقبتك. برضو نفس الكلام برضو حتى لو انا ما رديتش. طب انت حضرتك ما كنتش جيت انا النهارده بقى كنت هتقول ايه؟ كنت اقول لك مع السلامه.